ومشاهدينا، بدأت العوائل الكردية بشراء أنواع مختلفة من البخور مع قدوم شهر رمضان ليعطروا بيوتهم استقبالا للشهر الفضيل، لتكون أجواء المنزل مفعمة بالأجواء الإيمانية، حيث انتعشت محال بيع المباخر بأنواعها الإسلامية والمستوردة في أسواق المدينة وانتشار روائج البخور في كل مكان. تفاصيل أكثر بالتقرير التالي مع الزميل مخلد. لعل أجمل ما يميز أسواق السليمانية في الشهر الفضيل بأن رائحة البخور تفوح من جميع جنباته وأزقته الضيقة، رائحة تجذب معظم أهالي المدينة وزوارها. بخور واحد من أساس الحياة اليومية البشرية، بخور يعطيك الراحة، يعطيه يعني فكر صافي. البخور معناه جاي من العطور، يعني عطور يعني يعطيك الراحة حسب المذاق اللي يحبه. العطورات يعني بها انواع، اكو يطلعونه من القشر، اكو يطلعونه من النباتات الطبيعيه، يطلعونه من الاسماك البحريه، يعني هو عوادين يرشونه فوقها فدريحه شبيه فدريحه يعطيك الريحه المذاق اللي انت تحبه. واحد من احساس البخور اللي تحبه هو يعني يعطيك الراحه، يعني مزاج صافي. اكو بخورات يستعملونها للحاجات مثلا الابطال السحريه، للمحبه، للرزق، يعني حسب النية اللي يحب البخورة. هي يعني البخورة ايش قد تحكي ما عليه، بخورات نوعية مالتي رايدة في ساعة وساعتين فديوم ما يخلص. تقليد اعتادت عليه الأسر والعوائل الكردية في السليمانية، مقتنية البخور بجل أنواعه وأشكاله، لأنها أيقنت بأن وجود البخور في شهر رمضان فيه بركة وراحة نفسية، ويسهم في رفع الحالة الإيمانية لديهم، ويبعد عنهم بذات الوقت الحسد بحسب اعتقادهم. البخور من الروائح الطيبة في البيت العوائل الكردية، تستخدمها في تعطير رائحة المنزل وخاصة في رمضان، إنها تنشر الراحة النفسية والإيمانية، وأنا أستخدمها كثيرا، إنها تجعل رائحة البيت زكية وتطرد العين والحسد أيضا. البخور من الأنواع الطيبة، من أنواع الريحة الطيبة اللي يستعملوها بالسليمانية بكثرة، يعني يبخر البيت، يبخر المكان اللي هو قاعد بيه، يحب يشتم ريحة طيبة من البخور. والبخور بأنواع متعددة، من الغالي والزين والرخيص، أشكال أنواع البخور موجود للسليمانية، فيحبون يشتمون ريحة طيبة. يعني احنا نقول بالعربي أنه البيت ماله معطر وريحة طيبة، ومو كل شيء بيه موجود، لأن هاي يمطي رائحة طيبة ويهيئ الأعصاب ويرتاح النفسية. هاي كعادات وتقاليد من زمان آبائنا وأجدادنا في هاي المدينة كان يستعملون، ومناسبة يعني حلوة وطيبة، وكل العراقيين كان يستعملون هاي من قديم الزمان مثل ما قلت لك. أنواع وأشكال عدة من البخور، أبرزها الهندي والحجازي والإماراتي والعماني، العود منها والعشبي والزيتي والحيواني، معظمها يزداد الطلب عليها بشكل كبير في الشهر الفضيل. من السليمانية مخلد محمد، قناة دجلة الفضائية.